أعتقد إن هي بتعبر فعلاً عن المعنى الحقيقي للرياضة، وأخلاق وتعاون أكيد ومنافسة راقية، هي دي اللي إحنا نعرفها، وهو ده الغرض أصلاً من فكرة حاجة اسمها الرياضة. وبنتكلم تحديداً هنا كمان يعني عن الأهلي، إحنا عارفين قد إيه أو عارفين أصلاً في تاريخ الأهلي كده، إحنا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خلاص، قطبي السودان الهلال والمريخ هنقابلهم، وأكيد برضو مباراة سان داونز الجنوب أفريقي. وزي ما كنت بقول كده، الأهلي معروف بتاريخه، اللي حصل بقى إيه حضرات؟ إن نادي المريخ كان عنده مشاكل في مبارياته وتدريباته، فبدون تردد يا كريم الحته دي بجد محترمه جدا، طلبوا من الاهلي استضافه جميع مبارياتهم في دور المجموعات على ملعب الاهلي والسلام عندنا، وعلى الفور الرد كان من النادي الاهلي بالترحيب واستضافه جميع المباريات وتوفير ملاعب للتدريب وكل ما يساعدهم في خوض المنافسات بتاعتهم. طيب النقطه هنا بقى والحاجه الحلوه واللي الناس علقت عليها، ان انت بتتكلم عن منافس، يعني انت بتتكلم هنا عن منافس ليك، منافس للاهلي، وفي اعتقد حاجه محترمه جدا ان انت بتتكلم كده قد ايه المنافس، حتى لما جه طلب من الاهلي ان هو يساعده على قصه ان هو يسهل له بعض المشاكل اللي عنده ويستضيف عنده المباريات على الاستاد بتاع الاهلي والسلام، الاهلي رحب بده جدا، فقد ايه ده بيعرفك قيمه الرساله الرياضيه اللي احنا بنتكلم عنها يمكن كل فتره في البرامج المختلفه الرياضيه، الحب، التعاون والرقي اللي موجود واللي المفروض انه يقدمه كل الانديه مش بس النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي معروف ان هو سباق في ده، وبرده ده مش كلام، الواقع وعلى الارض هو اللي بيثبت كلامنا، ولكن لما تيجي برده تتكلم احنا محتاجين نشوف الصوره دي يا كريم في كل الانديه مش بس في النادي الاهلي، لازم كل الانديه تتعامل بهذا الشكل اللي يحسن مظهر وقيمه اكيد النوادي والرياضه في مصر، وكمان علشان نقدم الرساله دي في العالم، فاعتقد حاجه محترمه جدا. وفي الاخر انت بتتكلم عن مصر والسودان، يعني برده بلدين اشقاء جدا وتاريخ بيجمعنا ببعض، حاجة محترمة وترابط شعبي على مدار طبعا سنوات طويلة، فيعني حاجة عجبتني وحاجة كان ليها مردود محترم جدا على السوشيال ميديا، فيعني وده الطبيعي برضو لو هنروح ونتكلم، ده الطبيعي بتاع النادي الأهلي أكيد. النادي الأهلي طول عمره